الماضي الحكومة هي طبعا الحكومة لازم تستورد، يعني هي لازم توفر كميات محددة من القمح لمواطنيها. صحيح. فإذا لم تنتج محليا عليها أن تستوردها. صحيح. فبالتالي الحكومة أعلنت سعر للمزارع السوداني للقمح هو السعر العالمي نفسه، يعني القمح السوداني بالسعر العالمي. بالسعر العالمي، لأن الدولة إذا ما اشترت من إذا ما أنتج هذا الرجل هي حتستورد. صحيح. وبالتالي تكون دعمت المزارع اللي بيزرع في ألاسكا ولا في كندا ولا كذا، فالأولى مزارعنا المحلي استراليا أو كندا، في استراليا أو غيرها. فالأمر ده ساعد جدا في أنه رفع الإنتاجية جدا بتاعة القمح وزاد المساحة. وليس فقط القمح، يعني القمح هو بقية الحبوب الزراعية من ذرة وغيرها. العام الماضي كانت الأمر في القمح بعد فقط، لأنه الحكومة نفسها ما كان عندها الإمكانية تعمل الحاجات دي كلها. نتحدث عن